التموين والتجارة الداخلية. الوزارة شددت على أصحاب بطاقات التموين اللي ظهرت ليهم رسالة على بون صرف السلع المدعمة أو الخبز بضرورة تسجيل رقم المحمول الخاص بهم ضمن بياناتهم المسجلة على بطاقات التموين، وده طبعا في إطار حرص الوزارة على تقديم خدمات لأصحاب البطاقات التموينية. ويمكن كمان وإحنا على مدار الحلقات بنتكلم على الرقمنة وأهمية أنه يكون في قاعدة بيانات محدثة طول الوقت، فده أكيد في هذا الإطار. أيضا كمان في إطار حرص الوزارة على تقديم خدمات لأصحاب البطاقات التموينية، بتستمر الوزارة أيضا في تلقي طلبات المواطنين لتسجيل رقم الموبايل على بطاقات التموين لحد يوم 30 يونيو المقبل، يعني بنتكلم في حوالي شهر ونص من دلوقتي. أكدت الوزارة من خلال رسالة تلقاها العديد من أصحاب بطاقات التموين على بونات صرف الخبز والسلع بضرورة تسجيل رقم الموبايل الخاص بيهم باسم صاحب البطاقة اللي هو رب الأسرة، في إطار الحرص على استمرار الخدمات وتجنب إيقاف الصرف. فده أمر في غاية الأهمية يا جماعة، اللي عنده بطاقة تموين لازم يسجل رقم التليفون الخاص برب الأسرة على البطاقة الخاصة بيه قبل يوم 30 يونيو المقبل حتى لا يتم إيقاف الصرف للسلع التموينية قبل هذا التاريخ.